ايه وكله. ايوه زي العاده، زي النظام هذا. زين. يو 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 يو. نبدا الفيديو هذا برعايه موقع حراج. كلكم تعرفون موقع حراج، اكبر موقع لبيع السلع سواء سيارات ولا اي سلعه. نجي ندخل هنا الرئيسيه، حراج السيارات، حراج العقار، حراج الاجهزه، المواشي، كل شيء كل شيء. تشري تبيع اي شيء ببالك تبي تبيعه وتشريه تلقاه موقع حراج. هنا اكثر شيء يميز موقع حراج، تطبيق موقع حراج، السهوله بالبحث، بحيث انك تقدر تسوي تضغط على الزر اللي قبل شوي حق الفلاتر، تختار صور فقط بدون معرض، سيدان، SUV، بيع، تنازل، مستعمله، مصدومه، كل الاشياء هذه تقدر انت تختار وتتفرج وتحدد الاشياء اللي انت تبي، وبعدين تضغط التطبيق ويطلع لك كل شيء. بحط لكم الرابط تحت وتشوفون كل شيء. وهنا عندك المنطقه، تحدد المدينه، يسهل لك البحث بشكل كبير. راح احط لكم الروابط كلها تحت. احد هذه من اصعب الاشياء اللي انت تسويها. يوي والله انا جالس اشوفني على اعصابي. ان شاء الله تبارك الله. كل اللي حولك الاسعار ب 500,000 600,000. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. والله يا هو وحش. والله يا هو وحش. شوف 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 الانوار. شوف الانوار شوف الانوار. طف بالله. شوف شوف بعينيكم عليه. شغل. ما شاء الله تبارك الله. لا عطني رايك. عطني رايك. السعر صراحة تو ماتش. والله السعر جلطة مو على خفيف على ثقيل. التعديل هذا من تعديل شركة كارلكس ديزاين، شركة بولندية. التعديل عندهم دايم بشكل مميز، أي سيارة يمسكونه يعدلونه يتغير شكله 180 درجة. لا خارجي ولا داخلي. وأكثر تعديلاتهم راح تكون على الشكل الخارجي والداخلي، ونادر يعدلون على المحرك، فأكثر تعديلاتهم على الشكل الخارجي. كارلكس ديزاين البولندية صراحة عليهم تعديلات خيالية معنى كلمة، سواء على المرسيدس اكس كلاس ولا على الديفندر. بحط لكم صورة الديفندر بتشوفون شيء خرافي صراحة. السيارة هذه مرسيدس اكس كلاس، كانوا ناويين انهم يبتلون ينزلون منها كميات كبيرة، لكن تم ايقاف انتاجها، فتم انتاج عدد محدود من سيارة مرسيدس اكس كلاس بالتعاون مع شركة نيسان. هذه مبنية على شاصي نيسان نافارا المعروف. الموتر اللي معنا هذا راح يتوفر منه عدد 4 سلندر و 6 سلندر. الموتر اللي معنا هذا 6 سلندر اكس 350 دي بقوة 254 حصان. الجير اوتوماتيك راح يكون بسبع سرعات، والجير العادي راح يكون بست سرعات. وخلونا نشوف التحفة الفنية من تعديل كارلكس ديزاين. المفتاح هذا لو تلاحظون نفس مفتاح سيارات نيسان. خلونا نبدأ أول شيء بالواجهة الأمامية. الواجهة الأمامية جاء الشبك والوجه بحجم كبير. شوفوا الشعار، بالعادة كارلكس يحطون شعارهم، لكن على حسب طلب العميل أو الشخص اللي طلب السيارة يختار يبي يحط الشعار حق مرسيدس أو شعار الشركة، أو يختار الشعار اللي هو يبي. شوفوا الشكل، شوفوا الواجهة الأمامية ما شاء الله تبارك الله. طبعا هنا عندنا يا طول العمر جاي كأنه تذكرون رشة القار المعروفة، نفس رشة القار بس جاية على وزن خفيف، واضح خفة الوزن معطية بروز. هنا عندك بالرفارف مع التكحيلات اللي بجاية باللون الأخضر. وشوفوا جاي الصدام كامل، الصدام كامل من قدام. شوف يعني هيبة الموتر صراحة من الواجهة الأمامية هيبة. افتح لكم النور. أنا صراحة ودي لو حاطين كشاف ضباب بعد الإيدي مدام كملون معروفة. وهنا بعد عندك شوفوا الصدام اللي تحت. شوف إبداع صراحة، إبداع إبداع. هنا معطيك زي فتحات التهوية، بس مو فتحات تهوية، شكل معطينك شكل. معطينك شكل بس. المحرك ما صار عليه أي تعديل. الجهة الجانبية جنط مقاس 18، هذا شكل الكفر، وهذا مقاس الجنط ومقاس الكفر. مقاس الكفر 265 على 65 جنط 18. الموتر رعب صراحة، رعب بالصراحة. بيني وبينكم السعر تو ماتش.
تو ماتش السعر. هنا الليد بار مع الغطاء اللي جاي فوق. هذا هو الجهة الجانبية. هذا الجهة الجانبية. أنت كمان دسة وسع. ما شاء الله تبارك الله. الرسمة حلوة. حطون رأيكم وش هي الرسمة حق الباور ولا الإكس كلاس؟ شوفوا يساوي. شوفوا ما شاء الله خط الحوض أوتو. وهنا شوفوا خط الحوض. لا أعطني رأيك. أعطني رأيك. خلو بشغل لكم النور أول شيء. شغل لكم النور والسويتش. شوفوا معطينك كأنه مخرج شكمان. شايفين هذا جاي كأنه مخرج شكمان. اكس 350 دي الهوك والدنيا اسطبات الاي دي. دلع دلع صراحة. شكل روعة. كم الحين نفتح لكم باب الحوض. من وين؟ من هنا. افتح بالله. حلوة طريقة الغطاء هذه صراحة روعة. وسحب طبعا. تقفل وتفتح بالمفتاح. وهذا حق الحبل. بس ودك صراحة التعديل مكملين ومسكرين مغطين حق الحوض بعد. وافتح الباب هذا. الباب هذا ما فيه مساعد. المفروض انه بعد صراحة على هالتعديل يصير الباب فيه مساعد. فيه ثقيل الباب. سكر بالله. والله يثقيل. شوفوا شوفوا هذا جاي كأنه جناح. شايفين؟ جاي كأنه جناح. الكاميرا الخلفية هنا. والشعار سكر بالله. حلو الباب. السحب دايم حلو صراحة بالنسبة لي. صح ياخذ حيز كبير هناك بس يعتبر رايك فخم. اسطبات الايدي الصدام شفناه. جاي شكله كأنه مخارج شكمان. شوف ما شاء الله تبارك الله. تحت التعليق راح يكون ديفرنس. نبة الفرامل جاي بحجم كبير. هلوريكم حين ندخلكم الصف الثاني قبل أن نركب. شو اللون هنا أبيض كامل. والله يا الشركة هذه اللي تعدل. التعديلها مجنون. شو مخارج مكيف اثنين. المراتب هذه شبه رياضية. شبه رياضية. بدون فتحة. دخول ذكي. جهة السواق طبعا هنا مكتوب اكس واي اوف رود في 6 تيربو. الجنط هذا هو. رايك شكل الجنط. 6 صواميل. الماكينة ان شاء الله ما انساه صور لكم. شو هنا راح يكون زر التحكم بالنوافذ. اكثر شيء اللون والمراتب اللي مغيرينهم. بس هذه قصة المراتب هذه معروفة بشركة كارلكس. معروفة. جايب اللون الأبيض. الله يا هو وحش من داخل. ها؟ بس السعر يقطع القلب. شوف الداخلية. الداخلية داخلية مرسيدس. الشكل الأول. في شفتر في زر التحكم اللي هو بالشاشة والشاشة اللي هنا. الشاشة جاي حجم صغير. هنا ستارت. شو من ستارت. شغل سيارة. ما السعر شو لازم. هيا وجلطة مستمر خمسي. أغلى من الرام انت يا ريكس. الشاشة هنا حجم صغير. هذه كاميرا حلوة. هالكين كاميرا حليلة يعني. بس كاميرا خلفية بس. لا والله أمامية أربع كاميرات. حليلة. عندنا الطبلون سرعة قصوى 264. مشغل التبل حليلة. في أحد ضغطنا التبل. هذه باقي الأشياء نفس المرسيدس العادي. هنا راح يكون عندنا شغل النور. فتحات التكييف. زرار حق الشاشة. وهنا حق المكيف. وهنا زر حق المحضرات. هنا الدبل خفيف وثقيل. وفيه الدبل الجير معليش الجير 7 سرعات. وهذه تقدر تتحكم عاد بالشاشة وفيه وضعيات القيادة. شوف وضعيات القيادة.
كومفورت هذا هو أفرود ويدوي وإيكو. بس عندنا حامل كواب مخارج يو اس بي. هنا عندنا تكاير بالنص مخرج حق ذاكرة ويو اس بي وحامل كواب جرامد يدوي. باقي هذه مراية فيها تعتيم طبعا. وري ايوه اوريكم الماكينة الحين. وهذه الماكينة 6 سلندر قوة 254 258 حصان اوروبي. حط الكبوت ثقيل. فهذه الماكينة طبعا ما في مساعد اصلا. يعني بيني وبينك بصراحة زي شركات التعديل هذه ودك يكملون معروفها عصا مساعد باب الحوض مساعد. ما اذا هم قوة يعدلون هالشيء هذا والتصميم الحلو ما بتعتبر شيء سهل لهم انه يحطون هنا مساعد هذا مساعد. بس خلصنا وصولكم النور باقي الاشياء بس. النور العالي مو عدسة بس الواطي وشارة من بعيد. لمبة الفرام من فوق وشارة لمبة الرئوس. بس خلص الغليل رقام ومحسباتهم كلها تحت بالوصف. في امان الله حفظ الكريم.